كل السجون معرضة لمثل هيك حادثة. شو هالمسخرة هاي؟ هذا جواب بيجاوبه مدير سجن هاد؟ معقول؟ اهدى لأنه العصبية والنرفزة ما رح تحل القصة. ما عم فوت براسي القصة، كيف بيهرب سجين من سجن انفرادي؟ كيف؟ أبو عرب ما كان بالسجن الانفرادي. شو؟ طلع مع السجين مرض الربو، والزنزانات الانفرادية شديدة الرطوبة، وما كان من المنطقي أنه السجين يضل بزنزانة انفرادية تحت أي ظرف من الظروف. يعني خالفت أوامرنا؟ أنا عملت حسب الأصول. الأصول أنك تخالف أوامر السرايا؟ أنا عملت حسب قوانين السجن ومراعاة صحة المساجين. شلون هيك بتشتغل من راسك وما تبلغنا؟ شلون؟ السجين كان بخطر، كان لازم نخرجه من زنزانته. بعدين وين المنطق بشخص محكوم مؤبد ويقضي كل محكوميته بسجن انفرادي؟ انت شو دخلك؟ انت عليك انك تنفذ وبس. لا تنسى يا سيد عابد اني انا مدير السجن هون، ولا تنسى كمان انه انت مالك سلطة علي. لا، هذا كلام كبير كتير. وانت كمان عم تغلط وتتجاوز حدودك معي، ولا مفكرني حاجب عندك؟ شو علي؟ رح تندم على هالحكي، ورح تتحمل مسؤولية عملية الهروب اللي صارت عندك بالسجن. هذا اللي صار، وأنا بتحمل كل النتيجة، بس ما بسمح لأي كان أنه يجرح أو يسيء بالكلام.